بالاتحاد الافريقي على طول اكمل معاك لانه عندك اخبار سعيده واخبار غير سعيده او اخبار مبشره واخبار غير مبشره اخبار متفائله واخبار غير متفائله فيجي الاتحاد الافريقي يقول لك ايه بلغني قبل 5 مايو انت هتعمل ايه طب انا عايزك انت الاتحاد الافريقي يا كاف تبلغني قبل 5 مايو هتعمل ايه في بطوله ابطال الدوري وهتعمل ايه في البطوله الكونفدراليه خلي بالك انت بتتكلم في دوريات اللي بقى لها 10 ماتشات واللي بقى لها 15 بقى لها 16 واللي 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 فانت حضرتك الاتحاد الافريقي انت فاضل لك مباراتين قبل نهائي يعني اربعه رايح جاي ومباراه نهائيه خمس ماتشات ونفس الامر بالنسبه للكونفدراليه اللي يعني ليك اول عن اخر يا باشا 10 ماتشات في الكونفدراليه أبطال الدوري 10 ماتشات وخلي بالك بقى, بقى يعني انت ممكن تلعب ايه ابطال الدوري يلعبوا السبت والحد والكونفدرالية يلعبوا الاثنين والثلاث وبعدين تيجي السبت والحد اللي بعديه والاثنين والثلاث اللي بعديه يبقى انت خلصت السيمي فاينل وتيجي الجمعة اللي بعدها او الحد اللي بعديه او الثلاث اللي بعديه تقول ادي الفاينل وقبلها الاثنين او بعدها الاربع يعني انت بالظبط بالظبط مطلوب لك اسبوعين بالظبط اول عن اخر فانت الاتحاد الافريقي قبل ان تخاطب الاتحادات المختلفة حضرتك قول لي انت مين قول لي فين خطتك تبعت للاتحادات بتقول لهم خمسة مايو وليه مش عشرة مايو وليه مش عشرين مايو وليه مش, مايو؟ وليه مش تلاتين مايو وبعدين في نفس الوقت بيطلع الاستاذ عبد المنعم بقى سكرتير الاتحاد الافريقي يقول لا احنا ما قلناش خالص ما ما حدش جاب سيره شهر يونيو طب امتى قال لا ما نعرفش طب ما حضرتك قول لي عشان الناس تبقى يعني تبقى عايشه معاك يعني. هتلغي؟ هتلعب؟ هتاجل؟ ده انت سكتم بكتم وفي نفس الوقت بتطلب من الاتحادات انها تقول لك انا هعمل ايه؟ اذا كنت انت مش عارف انت هتعمل ايه. ده انت مش عارف انت هتعمل ايه في 10 ماتشات. وقلت لك تاني يتلعبوا في اسبوعين. مش هفضل ادي لك الجدول بقى تاني. بس أنا مقدر أنت لسه ما عندكش أي إشارة بالاستئناف، طب ما تستنى كمان على الدول. ما تجيش النهارده 30 <تلتين> إبريل وتقولي لي 5 مايو هيقول إيه؟ طب ما هيقول أنا هلعب بس سيدي 15 يونيو. هو مين اللي بي بي بيرمي الحاجات دي؟ ولا حد بيبقى نايم ما بياخدش باله ولا حد بيلعب لطرف حد على حساب حد؟ دي دول. ودي اقتصاديات. اقتصاديات بمعنى اقتصاديات ده مهم قوي يعني فالاتحاد الافريقي بعتقد انه جانبه الصواب اه اه في هذا الملف يعني طيب تعال بقى نروح على سويسرا سويسرا بقى النهاردة انا ليه بدأت بسويسرا لان سويسرا رسميا قرار حكومة قرار اتحاد الدوري يعود في 9 يونيو خلي بال حضرتك أنت هتتكلم على خط سويسرا، فرنسا، إيطاليا ألمانيا وأنا هقول لك توقعي الشخصي الدوري في سويسرا رجع وهيرجع في ألمانيا ده توقعي الشخصي فرنسا خلاص رئيس الاتحاد قال لك رئيس الجمهورية قال لي مش هتلعب بس ليه فرنسا؟ لأنه فرنسا يا بتشم نفسها عدد الوفيات في فرنسا تجاوز ال 25,000 وفي إيطاليا يقترب من هذا الرقم فهو وباء موجود هناك في سويسرا لما لقى الدنيا تسمح قال لك نرجع نلعب لان الرياضه حياه المانيا قالت لك احنا سيطرنا وبالتالي دلوقتي الكلام على كيفيه العوده وتاريخ العوده وموعد العوده سويسرا رجعوا خلي بال حضرتك بس انا ماشي معاك واحده واحده عشان تبقى عارف فكل دوله وكل بلد طبقا لظروفها فواحد مثلا هنا عايز يلغي لك شفت فرنسا وايطاليا وقت يقول لك شفت سويسرا والمانيا هم ما ما هيلعبوا خلينا يكون تمسكنا الاصلي هو بالحياه اي حاجه ضد حياه البني ادم طبعا احنا ضدها عشان نكون واضحين يعني لكن اي حاجه تعيد الحياه للجميع اكيد برضه احنا معها